السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في مطبخ ليلى كميل. اليوم ايضا كنقترح عليكم منيو ديال العراضة من الالف الى الياء، يعني بالسلطة بالطبق الرئيسي بالدسير وبعض الوصفات اللي غادي يكونوا في وسط الفيديو. غادي نخليكم مع الطريقة باش حضرت الخضر ديال السلطة. شوفوا المقادير. كما شفتوا في المقادير، ففي الخضر خديت اللوبيا الخضراء، الجزر، البطاطا والقرعة الخضراء ومطيشة والخيار. بالنسبة للخضر اللي كطيب بحال اللوبيا والخز والقرعة والبطاطا، فكنديرهم في لوطو كويزر او نسلقوهم. يعني بغيت انا درتهم فوري، ممكن نسلقوهم واحد المدة ديال 20 دقيقة كيطيبوا في لوطو كويزر مع شوية الملح. وكنجيب كل نوع ديال الخضرة وكنضيفو وكنديرو. غادي نصايب لي واحد التتبيله خفيفه فيها شويه الابزار، شويه الزيت البلديه وشويه الملح بطبيعه الحال. الا كانت الخضره ما مالحاش شويه الخل، درت الخل الحامض. وغادي نضيف لهم شويه ديال المعدنوس طري. هاد الطريقه غادي نديرها للخضر كامله بما فيهم مطيشه بما فيهم الخيار، يعني كلهم ندير لهم نفس الخلطه. غادي نجيب التفصيل ديال التقديم وغادي نحط ليه الخس، وغادي نجيب هذيك الخضره وغادي ندورها في الطبسيل كامل. نحاول نبعدو ما بين الخضر اللي كتشابه في اللون باش يجينا الطبسيل شويه ملون. وغادي نحطو في الوسط واحد البطيخه قسمتها على جوج على شكل زيكزاك وخويتها من الوسط. غادي نحطها باش غادي ندير فيها واحد الخليط اخر. وغادي نقاد الخضره من جناب مزيان حتى كنكملها كامله. ونشوفو اول صلصه. اذا سناخد الجبن البيض، خديت غير ديال العبار، داك بحال هذاك اللي كيتباع في الشمال، راه كيكون في الاسواق الكبرى. ضفت ليه المايونيز، غادي نضيف له شويه ديال الابزار، وغادي نضيف له المعدنوس غادي نخلط سوا بيدي هكا بالفورشيط، سوا غادي ندير الباتور باش نحصل على خليط رطب مزيان ومقاد. غادي نضيف شويه ديال الزيت البلديه وغادي نبدا نست في هاد الخليط في الديبول هكا. ونشوفوا الصلصه الثانيه. اذا بالنسبه لهاد الصلصه كناخذوا المايونيز، كنضيفوا ليه الكاتشوب، كنضيفوا له العسل ملعقه صغيره، وكنضيفوا له الحار، صلصه حاره تكون حاره مزيان. وكنخلط. غادي نضيفوا له ايضا قطرات من العصير ديال الحامض، معلقه صغيره تقريبا ديال عصير الحامض. وها هي صلصه كوكتيل واجده عندنا. اذا غادي ناخذ هذوك لي بول صغيورين فاش صايبت الصلصه وغادي ندورهم هكا على السلطه، كيعطيو الشكل وفي نفس الوقت كتبقى الصلصه واجده ومحطوطه حدانا قريبه. وغادي ندوز نشوفو الخليط الثاني اللي غنصايب، هو بالخضر وشويه الكروفيت. اذا خديت لافوكا، لافوكا كنقسمها على جوج، كنخويها من الوسط بالمعلقه هكا باش كتخرج لي الشكل مقاد. كنظن انكم كتعرفوا الطريقه، ولكن قلت نوريها ربما ما يكونوش عارفينها شي وحدين القضيه ديال المعلقه، فكتخرجها مقاده خصوصا اللي بغات تعمر القشور. اذا كنقطعها مربعات كامله وكنعصروا عليها الحامض مزيان باش ما تكحلش، تيبقى لونها زوين وخا طول لمده واحد ساعه ولا هذا كتبقى زوينه. اذا مزيان ديروا لها الحامض. غادي نجيب شويه ديال الكروفيت مسلوق، وغادي نضيف شويه ديال الكرم الاحمر، وغنضيف شويه ديال الخيار. غادي نضيف لهم واحد تما واحد الخلطه غير شويه، يعني زويته ماشي زويته بلديه، درت لهم زويته ارغان، ممكن ديروا زويته بلديه عوض ارغان. شويه ديال الملح وشويه ديال عفوا الملح. غادي نحيد ديك الحامضه وغادي نخلط هذا الخليط هذا. اذا درنا الملح، زيت ارغان، وشويه ديال عصير الحامض،
وغادي ناخذ هذا الخليط غادي نكبوه في القلب ديال داك البطيخ اللي قلت لكم خويت، فكيجينا جوج ديال يعني بالاضافه للخضر كتجينا هذا الخليط حتى هو بالخضر، وهذا هو اللي غادي ندير فوق منه صوص كوكتيل، لان كيجي ما بين حلاوه ملوحه وكيجي رائع بزاف يعني بالنسبه لهاد لاصوص كتجي مع هاد الصوص كروفيت وهذا. ومن بعد سلقت البيض حطيته هكا في جنيبات وخديت داك المدخنات ديال الجبن وعفوا المدخنات ديال الديك الرومي كنحطهم هكا في القناص، وكنجيب كروفيت مسلوق بالقشور ديالو هو باش كنزوق دوك الجنيبات ديال ديك البطيخ. وكما كتشوفوا البطيخه راه حطيتها وسط بول في وسط الذكره باش تجي طالعه شويه وباينه تجي مقاده في الشكل. وهادو هما بعض الصور للسلطه بالصحه والراحه. اذا كما كتشوفوا هذا المرق باش غادي نسقي طبق ديال الرز اللي غنصايب، كناخذ العظم ديال الاسبادون كنكون محتفظه به، كناخذ القشور ديال الكروفيت، كندير واحد البصله صغيره وكنضيف جوج دريصات ديال الثومه يكونوا شويه كبار والملحه شويه ديال الابزار عفوا وجوج وريقات ديال سيدنا موسى، وكنخلي هذا الخليط يغلي وكنصفيه كنحتفظ بالمرق ديالو هو باش غنسقي الرز. وهذا الطريقه او عفوا المقادير ديال الرز. اذا سناخد واحد الكسرونه او طنجره كندير فيها بصله محكوكه تكون غير صغيره البصله، او الا كانت كبيره نديرو غير نصها، كنضيف مطيشه محكوكه او انا درت هذه الصلصه الجاهزه ممكن نديرو مطيشه محكوكه. وغادي ناخد القزبر ومعدنوس مقطعين، ثومه 5 ديال الدريصات ديال الثومه، غادي نضيف شويه الكروفيت وشويه ديال الاسبادون، غادي نضيف شويه ديال الفلفله ونخلي هذا الشيء يتقلى مزيان. من بعد غادي نضيف التوابل الملح الابزار، غنضيف شويه ديال السكنجبير شويه ديال الزعفران شويه ديال الفلفل الحار. هذا رز كيجي زوين بزاف وممكن تستعملوه حتى بالدجاج، انا حيت مشيت في داك المنيو ديال الحوت وهذا فصافي كملت كلشي بحالو. اذا غنضيف جوج سليف كبار ديال الرز، نخليهم يتقلاو شويه باش الرز شويه كيتحمر، وكنضيف هذيك المرق اللي حضرت قبل وكنسدو عليه على هاد الجميله، يسدها ماشي بالكوكوط غير سدها عاديه، وكنخليوه يطيب واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه ونشوفو. ديك الساعه كنديروه في دي بول ونخليه يبرد على خاطرو، وكنفرش هاد الصينيه ديال اللي غنقدم فيها الطبق الرئيسي، وكنبدا نكب فيها هاد الرز في الجناب ديالها كما تتشوفوا هكا. وهذا المقادير ديال الطبق الرئيسي اللي هو درتو بالسمك. اذا هذا هو السمك من بعد ما شريتو. الكروفيت كنت شريت كيلو ولكن غنستعمل غير نص كيلو لان الباقي استعملته في هذا. هذه الكميه خديتها ب 250 درهم يعني فيها تبارك الله شي 4 كيلو ديال الحوت. وغادي ندوزو نشوفو التوابل اللي درت ليه. هنا بالنسبه للميرلون باش ديك الا بغيتو نديروه على شكل دائره كنجيبو هذاك التحتاني ديالها وكنشدوه بالسينات ديال الفم باش كيجينا هكا على شكل دائري باش نتقلى لينا بداك الشكل هكاك زويون. كناخد شي بول وندير فيه العصير ديال تقريبا غادي ندير عصير ديال 3 ديال الحامضات كبار، غادي نضيف ليهم الثومه شويه ديال الملح شويه ديال الحار فلفل حار والقزبر ومعدنوس.
كنضيف لهم الزيت البلدية، وغادي ناخد هاد البهارات ديال السمك كنشريهم من اسواق الكبرى بحال مرجان وهذا، كيتباعوا غالبا ب 12 درهم، وكنديروهم اللي ما عندهاش ما تحسوش ديرها، لان الحوت اصلا بنين، كنديرو فيه غير الحامض والثومه كيجي بنين يعني ماشي ضروري. كندوز الحوت كامل في هاد الصلصه، يعني هاد المقادير اللي درت ديال الصلصه كفوني للحوت كامل. وخليته بات في هاد الترقيده على حسب وقتكم، وين بغيتو تخليوه او لا خليته بات في الثلاجه، غطيته وخليته بات. وغادي ندوزو نشوفو ديك الخلطه باش قليته. اذا كناخد الطحين البيض والصفر مع شويه ديال الحار، الثومه، بودره وملح، كنخلطهم وكنبدا ندوز فيهم الحوت ونقليهم وكنقدموهم بالصحه والراحه. نخليكم مع بعض الصور بين ما دزنا لواحد المشروب بسيط. اذا كناخذ الحامض وكنقطعو هكا ارباع، الحامض الخضر او الصفر اللي عندنا كنديرو في شي بول، وكنبدا بحال كان كي نقول لها بحال كان نضغط عليه باش يطلق شويه الماء، وفي نفس الوقت كيولي هو في اي حاجه دار فيها كيولي هو كيطلق فيها. يعني الا كان بحال هكا مضغوط كتولي فاش ما كديش كديريه في اي ماء اي حاجه كيبدا يتضغط فيها. بالنسبه لهذا المشروب فكنت شفته في واحد لوطيل وحمقني، عاتي غزال زوين بزاف بزاف، وتعجبت من شنو ممكن يكون فيه، فلقيت الطريقه بسيطه بسيطه وسهله، دارها السيد قدامي وخديتها لكم، ربما تعجبكم. اذا غادي دزت ليه النعناع كما شفتوا، بديت حتى هو كنضغطو شويه، كناخد داك النعناع والحامض ده بحال غنصايب مخيطو، ولكن نصايبو بطريقه سهله. كنزيد ليهم المشروب ديال سبرايت، سبرايت كنظن كلشي كيعرفها، كنضيف ليهم مترو ديال سبرايت، وكنضيف هذا الثلج، وكنخليه هذاك الخليط في القرعه حتى يطلق مزيان واحد ساعتين هكا. كنجيب كويسات وكنضيف ليهم حتى هما الحامض وشويه ديال النعناع، وكنكب ليهم هذاك المشروب. من بعد كندير لهم الثلج وكنكبو وكنقدمو، كيجي في حقيقه رائع في المذاق ومنعش وزوين زوين. كناخدو اوريو 3 ديال الباكيات، وكناخدو كنبقاو نضربوهم هكا بالمدلك باش يتفرتتو الوسط بلا ما نحتاجو نطحنوهم فهكا كيتفرتتو لداخل. كناخد واحد البول وكنكبهم فيه. هاد الكميه ديال اوريو غادي دير لي جوج طبقات، طبقه لتحت وطبقه من الفوق، فغادي نضيف ليهم جوج معالق كبار ديال الزبده دايبه، وغادي نخلط، وغادي ناخد هاد واحد لومبورت بياس. هنا درت الحجم ديال 20 سنتيم، غادي ندير النص ديال الاول ديال اوريونس تفول تحت، نقادو مزيان لان اوريو كيكون كيتفرتت. انا بالعاني ما بغيتش نجمعو مزيان باش كيجي زوين حتى في العضه، ما كيجيش قاصح ملوك. وغادي ندخلو للثلاجه يبرد. غادي ناخذ هنايا كما تتشوفوا هادو دي بودوار، خديتهم من بيم كيديروا 9 دراهم، فيهم جوج ديال فيها جوج الباكيات هكا، كناخذهم تنقسمهم على جوج وكنستفهم في هاد المول من جناب. اللي بغى اللي كيعجبها تاكلهم، ولا تقدر تصايب واحد السيرو ديال الحامض وتفزقهم فيه باش يجي الرابيل ديال اللي ما بغاتش فازقين، فهما اصلا كيجيو كيفزقوا بلا كريم. بالنسبه للكريمه فخديت فيها 4 ديال الياورت بلا سكر،
اما ياورت بلا سكر اما بيرلي. بيرلي في الحقيقه كيجي حتى هو زوين بزاف في هاد الوصفات، كيجي ما بين الحلاوه والملوحه، وهو كريمي على يعني كيجي المذاق ديالو زوين بزاف. يعني ناخذ اما 4 ديال ياورت بلا سكر اما 4 بيرلي، انتما لكم الاختيار. غادي نضيف لهم كاس ديال الحليب مركز المحلى بطبيعة الحال، لان ما عندناش باش نحليو هذا الشيء من غير الحليب المركز. وغادي نضيف نص كاس ديال الكريمه. هاد بالنسبه لهاد الكريمه فهي يعني انا غير ضفتها باش تعطيني شويه ديال الحجم، اللي ما بغاتش راه تقدر ما ديرهاش، راه ماشي ضروريه في الوصفه. وكنديروا العصير ديال جوج ديال الحامضات يكونوا متوسطين. كنبدا نضرب هاد الخليط هذا هكا بالباتور غير باش ينسجم مع بعضياته ويولي لي شويه 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 ثقيل، يعني ما نطمعوش فيه كبار ولا يتنفخ ولا يعني كيبقى كيف ما هو غير شويه بحال كيتقال. وغادي نجيبو غادي نكبو فوق من هذاك الاوريو في نفس الوقت وسط من هذوك لي بودوار، وغادي ندخلو للكونجيلاتور واحد المده ديال على الاقل 3 السوايع 4 السوايع، تكي يجمد. يعني كنقلبو كنلقاه جامد. وكنجيب الطبقه الثانيه ديال الاوريو كنديرها من الفوق باش كتغطى ليا هذاك الفوقاني بالكحل كما تتشوفو. وغادي نديموليه كنحيد له داك المول، وغادي نقدمو كدسر. هنايا شديت واحد داك شنو نقول له بول، واحد الزليفه وحطيتها وحطيت فوق منها هذاك الدسر. وغادي ناخد الاناناس غادي نقسمو على جوج ونخوي ليه الوسط، هذاك الوسط غادي نقطعو باش يجي ساهل في الماكله بحال هكا، باش اللي بغى يهز وحده 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 كيهزها بحال هكا. غادي ندير نفس العمليه حتى للشكل الثاني، وغادي نحطهم في الجناب. بالنسبه للفواكه كما تتشوفوا حطيت شويه ديال البرقوق شويه ديال الخوخ شويه ديال العنب، غير باش نزين شويه ديال الليمون على حسب اشنو عندكم في الدار، اشنو هو اللي تحطوا لضيافكم في الدسير، فحاولوا تحطوهم لهم بحال هكا في شكل زوين ومقاد. وهنا درت قشيرات ديال الليمون خضر وصفر وقدمت الطبق بالصحه والراحه. وكانوا هادو هما الشهيوات اللي حضرت في هاد العراضه، يا ربي يكونوا عجبوكم، يا ربي يكونوا جاوكم ساهلين. وتنسلم عليكم وحده وحده، وكنقول لكم شكرا الف 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 شكر على تشجيعاتكم الرائعه وعلى ميساجاتكم المحترمه جدا جدا جدا. كنفرح بها بزاف بزاف كتر ما تخيلوا، هي اللي كتخليني ديما يعني تنقلب على ما حسن اللي نعطيه لكم. فين ما كتكون شي حاجه على قد الحال مثلا تنحشم منكم، وكنتمنى ان يعني تقبلوا عليا كما تنقولوا. وشكرا بزاف لتواجدكم، وشكرا لتعليقاتكم، ومع السلامة إلى اللقاء.